طبعا لا صحة لهذه الأخبار المتداولة هنالك انشطار داخل البيت المستقلين. قبل قليل كنت أتحدث مع أحد المستقلين المتواجدين داخل مجلس النواب، قالوا هنالك مبادرة لتمكين العملية السياسية، أي بمعنى هنالك مبادرة تمضي للانسداد السياسي، وهذا المبادرة لا تحسب على التيار الصدري ولا تحسب أيضا على الإطار التنسيقي. ربما في اليومين القادمين ستكون هنالك انفراجة في العملية السياسية تمضي للحل الانسداد او تمضي لحل الانسداد السياسي. يوم امس كان هنالك اجتماع داخل البيت المستقلين، ربما حضر اكثر من 35 نائبا، يعني ربما اربع او خمس نواب لم يحضر، ولكن اتفقوا على صيغه نهائيه، اي بمعنى لا ينحازوا للتيار الصدري ولا ينحازوا للاطار التنسيقي. ربما قد تكون من خلال تلك الاجتماعات المستمره ومن خلال تلك المبادرات التي ستطرح في الايام القادمه لحل سياسي ينهي كل الخلافات بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي. يعني بعد يومين ربما الحادي عشر من هذا الشهر أو الثاني عشر من هذا الشهر ستكون هنالك جلسة داخل مجلس النواب لربما بعض القوانين المتوقفة قبل فترة، في ربما في فترة شهر رمضان أو في فترة التي توقفت أغلب القوانين منها، تكمل التوزيع اللجان النيابية وأيضا مناقشة الموازنة ومناقشة منها سعر صرف الدولار والكثير من المتعلقات التي تخدم المواطن. يعني ربما هنالك انفراجة سياسية تلوح في الأفق، ربما قد يتزعمها وتعتكز عليها أو يعتكز عليها المستقلون. لا أعتقد هنالك انشطار، أي بمعنى المستقلون لم يتوحدوا بصيغة واحدة، كلهم متفتتين أو كلهم يعني حسب جنب معين، ولكن في الأغلب ستكون هنالك مبادرة لتمكين العملية السياسية تمضي لإنهاء الانسداد السياسي.